صدقت التكهنات ووقع ما كان يخشاه جمهور الثورة في الشمال السوري. فبعد التصعيد الشعبي ضد ميليشيا الجيش الوطني وما نجم عن سيطرتها من انفلات أمني أودى بحياة عشرات الأبرياء بين من قضى بالمفخخات وبين من استهدفتهم خلايا الاغتيال، كان لابد من تحرك. أنا شفت مسكوني هيك بحلتها على قلوصك العسكري، عسكري أفرنجان بحلتها بدي أدوسك. أنا ما قلت تربيتنا هلأ، نحن هون ولادنا هدولي، هدول ولادنا ما عايشين بالبعث، عايشين هلأ هون. تحرك كان الأسرع في أعقاب اغتيال الناشط محمد أبو غنوم وزوجته الحامل وسط مدينة الباب، إذ تمكنت الجبهة الشامية بالتعاون مع الشرطة العسكرية من تحديد الخلية المنفذة والتي ثبت انتماؤها لميليشيا فرقة الحمزة، لتكشف التحقيقات الفورية عن تورط كبير أمني الفرقة المدعو أبو سلطان في التخطيط للعملية وإعطاء الأوامر التي قيل إنها جاءت من المعلم شخصياً. والمعلم هنا هو سيف أبو بكر قائد الفرقة وواحد من قيادي ميليشيا الجيش الوطني. وعلى الرغم من أن البيان الصادر عن الفرقة برر الجريمة بعدم التحقق من ملفات المنضمين إليها حديثاً وأكد استعدادها لتسليم كل المتورطين من منتسبي الحمزات، إلا أن الشامية لم تفوت فرصة الانقضاض عليها والتخلص منها، مستغلة المطالب الشعبية بطرد الحمزات بشكل كامل، لتندلع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها قذائف الهاون والرشاشات، وأدت لمقتل المدني أحمد محمد علي أبو رزوق، وهو سائق حافلة مدنية كان في طريقه إلى مدينة الباب، باحثاً عن رزق يسد فيه رمقه، لكن ميليشيا الحمزة قتلته على غرار عشرات المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة في منطقة استولت عليها ميليشيات تعيث فسادا وانتهاكات للقوانين الإنسانية يوما تلو آخر. بدنا نعيش بأمان، بدنا نعيش بثقة، ما نعيش بفلتان. فلتان كل الوضع، وضع فلتان. لا بنت عم روح مدرسي عم تستجري بروح مدرسي، ولا بنت عم تستجري بتروح مدرسي، ولا مرة عم تستجري تمشي بشارع بالليل. اليوم تتوقف الاشتباكات عند سيطرة الشامية على معظم مقار الحمزات في منطقة الباب، وسط غياب تام لدور وزارة الدفاع التابعة لما تسمى الحكومة المؤقتة، والتي لم تخجل من استصدار بياناتها المتأخرة رغم أنها لا تسمن ولا تغني من جوع. نزعم الأرض لما تكون ميليشيات، لا سيدي، الموجود عندنا تشكيلات ميليشيوية تحت اسم الجيش الوطني، هيكلية ميليشيوية، جماعة أبو فلان وجماعة أبو علنتان وجماعة ما بعرف شو،